رمضان 2021، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. معاكم دنيا العسكري. احنا النهاردة نازلين الشارع نسأل الناس ونتكلم معاهم، نشوفهم بيقضوا يومهم في رمضان ازاي. يا ترى بيقضوا وقت الصيام في البيت نايمين ولا برا في الشغل؟ بيعملوا ايه في حياتهم؟ بيفطروا ولا بيقضوا رمضان كله صيام؟ بيبعدوا عن مين من اصحابهم وليه؟ وايه الرسالة اللي يحبوا يوجهوها للناس في ظل الاجواء اللي احنا عايشينها؟ يلا بينا نشوف الناس هتقولي في الشارع. ناس رمضان يا عم، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بتقضي يومك في رمضان ازاي؟ على السرير والله. على السرير والله نايم. مفيش شغل؟ مفيش شغل. لا، ما احنا معاشات بقى، كل سنه طيبه. فطبيعي اليوم كله يعني، حتى الصيام مقضينه؟ لا، بنصلي ونصوم وعادي يعني، بنقضي يومنا عادي. احنا بنخلص شغل فبروح اتسحر مع الجماعه في البيت، بنام عشان المفروض في شغل عندي بعد الفطار تاني يوم، بس بصحى بقى المفروض يعني في صلاه. احنا رمضان مش كله نوم اكيد زي ما الناس فاهمه، فبنصلي بنصوم بنقرا قران بنتعبد شويه، وبعد كده قبل الفطار بنستعد عشان انزل شغل تاني وبشتغل، ويومي كده على طول في رمضان. ما بتخرجش بره خالص بالنهار؟ بقعد مع اي حد من اصدقائي وكده عادي مع بعضنا، بس مش قافل يعني، بس بالنهار بشويه. صلي على النبي. ممكن اقضي في الجمعيه. جمعيه ايه؟ جمعيه رساله. واخر النهار بعد الفطار بروح وبفطر وانزل مع صحابي، بعدها اروح اصحى واروح الجمعيه، بعد الفطار اروح وبعدين انزل مع صحابي. مش وراكي دروس جامعه اي حاجه؟ لا، مش رايحه ادرس في رمضان، انا مش ناقصه فرهده، فرهدت كتير. انا فرهد طبيعي. فعلا والله. انا بصحى من النوم اصلي الفجر ان شاء الله، وبعد كده بريح شويه، وبعد كده اقوم اشوف ورايا ايه شغل. يعني معظم طول النهار انا ما مش من اللي هم هوات النوم في السرير صراحه. يعني قصدك عكس عم؟ انا يعني شغلي ومصالحي بتحتم علي ان انا اتحرك كتير يعني. وطبعا عندي يوم الاثنين يوم الجمعه دول بنروح نلعب كوره اخر النهار العصريه، يعني اخر النهار بنروح نلعب كوره لغايه ما المغرب يأذن، نرجع نفطر ونصلي برضو المغرب والعشاء ونروح بقى مع الاصحاب وكده. طولت النهار نايم وبصحى بعد المغرب اجي الشغل. يعني انت بتقضي الصيام كله نوم؟ لا مش كله يعني، اوقات بس عشان اصلي مثلا بس اكتر من كده مفيش. يعني مفيش خروج في الحر، خروج مع صحابك وانت صايم مثلا؟ نهائي ابدا. والله حضرتك انا فاتح محل طبعا سنتر كلين هنا، فطبيعي بصحى بدري الصبح اجي المحل، وبعد كده بنقفل ونروح نفطر، ونيجي نفطر بعد الفطار نفتح المحل تاني. واحد بينام الصبح بيصحى يفطر وينزل الشغل بقى، يا اما لو مش شغال الواحد بيروح يلعب، يا اما اكمل نوم تاني يعني عادي. الاول قبل ما اشتغل يعني كنت بقضي نوم في البيت، وبعد الفطار كنت بنزل الف في الشارع وبتاع، بس دلوقتي يعني بالشغل حداني شغال طول النهار وبالليل برضه. كان نفسي اعمله حظر بعد الفطار عشان الواحد ينزل زي الاول. يعني انا بحب اقعد في البيت ليه؟ طبعا بحب عيالي، بحب بيتي، بحب مراتي، ما بطلعش بره ماشي يعني كده، عشان طبعا مراتي لو واحد اسمع. انا بحب حتى لو في الشغل بسيب الشغل اروح البيت عشان اشوف مراتي واشوف عيالي وكده واقعد معاهم، ما بحبش اطلع بره البيت ماشي. انشر بقى كده يعني ماشي، وبراحتك يا معلم ماشي. اصل انا قاعد بره يعني، تعرف لو شفت قاعد العاده دي هتخلي عيشتي سودة. الصبح على ما بقوم الصبح بجهز حاجة الفطار وحاجة كده، المغرب أصلي المغرب إن شاء الله كده، بعد العشاء أصلي العشاء، أصلي التراويح، أقرأ شوية قرآن، ماليش دعوة بالتلفزيون وبالفيسبوك على فكرة في رمضان خالص نهائي. لا يعني قطع السوشيال ميديا كلها الشهر كامل، عدا إني بعض يمكن لو كلمت بنتي لأن ليا بنات برة فممكن أكلمهم يعني، بس على ده بنروح البيت نفطر ننزل شغلنا وعادي، يوم عادي يعني زي ايام يعني في السنه كلها عاديه يعني. معظم يومك بتقضيه في البيت ولا في الشغل؟ الشغل. لا في الشغل دلوقتي، في الشغل. السنه اللي فاتت كنت في البيت على طول. لا الشغل الصراحه ده لما بكون شغال، اما طول ما انا مش شغال بدل قاعد في البيت ما بحبش انزل. يعني انت معظم وقتك اصلا بتقضيه في البيت ولا بتقضيه هنا في المحل شغل؟ لا طبعا في المحل في الشغل. طب بمناسبه ان شغلك بيحتم عليك اغلب الوقت بتبقى بره البيت، بتقضي رمضان كله صيام ولا في ايام بتضطر انك تفطر فيها بتتعب مثلا او كده؟ لا ده انا بالعكس والله العظيم، ده رمضان انا بكون فيه احلى من الايام العاديه. الصيام ده صحه، وانا يعني مش عايز اقول لك اتمنى رمضان يكون 3 شهور، لانه هو ايام حلوه وفي روحانيات كويسه وفي لمه، وبنعزم اخواتي وحبايبي ونروح نفطر هنا وهم يجوا يفطروا عندنا،
ورمضان كله صحه يعني. لا طبعا ده مش سبب ان انا افطر، لا 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 طبعا اكيد كل ايام رمضان، كل ايام رمضان طبعا. لا 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 هو شهر واحد بس اللي بيجي في السنه، فانت بتستغل الشهر ده. شهر كريم وفي عباده وفي صلاه وفي صوم وصلاه التراويح والقصه دي. لا ورا الضحكه دي في حاجه؟ لا لا ما فيش، مش بفطر. لا 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 لا, لا خالص نهائي في كل صراحة. يعني اصل بص لك على حاجه، الشغل بيلهينا عن اي حاجه اساسا. يعني معانا في الشغل هنا بيلهينا، مع بتتكلم مع زبون شويه الوقت اساسا عدى بسهوله جدا. يعني عايز اكذب بس بصراحه بصومه كله عشان ما ينفعش يكون عندي 26 سنه وافطر يوم بصراحه. يعني معظم رمضان بتفطروا في البيت مع اهلك ولا بتفطروا بره البيت؟ لا بفطروا مع اهلي، ما بحبش افطر بره البيت. والله احنا يعني بقضي رمضان كله مع اهلي في البيت، بس في يوم هنا بيعملوا صاحب المكان اجباري ده بنفطر كلنا مع بعض بحكم الشغل وكده، بنعيش سوا يعني وكده، بنحس ان احنا عيله واحده واحنا في الشغل. في البيت ان شاء الله يعني قليل لما بطلع بره. قليل لما بتطلع بره؟ عند صراحه ابو حسن عديل ربنا يديله الصحه، هو ده لو الاذاعه هتطلع ولا حاجه يبقى هو ده اللي بروح عنده. لا المعظم في البيت، وممكن اوقات بفطر بره مش دايما، يعني اوقات مثلا عند خالتي مع صحابي مش دايما، بس المعظم في البيت. طبعا ندبح في البيت. تندبح على طول مسيطرين؟ لا مسيطرين اكيد طبعا، لازم في البيت مع الولاد ومع المدام. لا في البيت طبعا، في البيت وفي عزايم وبنعزم بعض، وكل سنه وانت طيبه يعني شهر كريم، يعني لازم كل الناس تفطر في بيوتها يعني. لا في البيت على طول. احنا هنفطر في الشغل ليه؟ لا بنفطر مع اهلي. اول يوم في رمضان بيكون الفطار ايه؟ بمناسبه انه بكره اول يوم في رمضان بيكون فطار ايه؟ اذا كنت عازمه او معزومه؟ لا ولا عازمه ولا معزومه، في البيت ليكي ولاولادك ولاهلك اول يوم فطار ايه؟ اول يوم فطار عادي يعني فراخ لحمه كفته، إن والله قدرت اعمل شويه محشي بعملهم، اعمل صينيه. المحشي ده الاصلي في الشعب المصري؟ لا ما ده مشكل، ما قدرتش، مش مشكله عندي يعني لان احنا ما بناكلش اكتر من اللي احنا بناكله طول السنه، ما بناكلش اكتر منه، مش مصرفه في الطبيخ ولا في الحلويات. صوم رمضان كله ولا في صحبه سيئه بتفطرك معظم رمضان؟ يعني هتلاقي صحبه سيئه اكتر مني؟ لا مش هتلاقي طبعا، انا ممكن افطرهم ولكن هم مش يفطروني. الدرجه دي يا عم؟ هقول لك ايه، اصل بيقولوا هفطر يعني هفطر معاهم، مش هفطر معاهم طبعا. انت تفطرهم لكن تفضل صايم انت؟ لا انا كده سقف لك. يعني ايه الصيام بالذات يعني؟ لا بحاول ما اتلمش عليهم بجد، ورمضان اللي فات ما اتلمتش عليهم فما فطرتش. ايام هيفطروكي اصلا من الكلام دي حقيقه، من غير اي حاجه والله شتايم وبتاع على طول بنفطر. ليه اصحابك بيعملوا ايه؟ شتايم بقى وبنجيب في سيره كل الناس، ما بنشوفش حد. لا النميمه والله فعلا بيناموا كتير جدا. هو بصراحه ما حدش بيشير عليا لان انا اللي بشير الفكره دي عليهم يعني. ان شاء الله عليك، انت اللي فاشل. يعني انت اللي بتفطر صحابك؟ مش على طول، هو يعني اليوم اللي بكرر صوم بفطروني، اليوم اللي بفطر هم انا بصوم عادي يعني. انت لو هتمشي بالمنظر ده يبقى انت هتفطر رمضان كله. عشاوي كده نصه يعني؟ ولا نص، ايام ايام. اظن مفيش صحبه سيئه خالص. لا مفيش اي صحبه سيئه، حرام عليك، احنا في رمضان، احنا في رمضان الواحد بيقطع علاقته بالناس اصلا. طيب طبعا صح، قطع بقى علاقتك بمين؟ بكل الوحشين، بكل اللي انت قلت عليهم السيئين دول. اكيد الواحد بيبقى له صحاب معينه كده حابب ان هو يقطع علاقته بيهم بالذات فتره رمضان. مفيش الحمد لله نهائي. ما تغلطنيش. انا مش بغلطك، انت اللي بتحاول تداري. طيب مفيش، لا لا كلهم تمام والله. لا 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 خالص والله، اصل اقول لك الحقيقه مش عندنا وقت اساسا ان احنا يعني نقابل يعني نقعد مع بعض ونفكر الوقت ده كان ايام الشباب ماشي، بس دلوقتي الشغل ده خلاص الوقت اساسا انتهى في الشغل والكلام ده. كلهم 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 احنا ليه؟ احنا عاملين زي عارفه الشياطين اللي بيسلسلوا في رمضان؟ احنا انا بسلسلهم بقى كده، بخليهم كده في ركن غير بعد الفطار لما افكر اشوفهم. ليه بيعملوا ايه اصحابك؟ اصحابي دول مشاكل ما شاء الله عليهم، يعني مش بنتقابل في مره غير لما يحصل مشكله ولا تطلب معانا اي حاجه. في حد معين ما بتحبش تشوفه في رمضان بتحس ان هو هيشيلك ذنوب كده في رمضان لو اتكلمت معاه؟ الحريم اللي بتمشي في الشارع. طب دول مش هتشوفهم ازاي؟ هم بيمشوا في الشارع هنا بيشيلوا الناس ذنوب اصلا. انت دول بقى مش هينفع، لازم انت اللي تغمض على كده. لازم احنا نغمض عشان الشيطان بيبقى ماشي معهم. لا الشيطان في رمضان بيبقى مش موجود اصلا. هم الشيطان اصلا. هم لوحدهم الشيطان. كده بتغلط فينا يا عم. لا 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 كل سنه وانتم طيبين. لا. ليه لو اتلميت عليهم ايه اللي هيحصل؟ لا مش مالوش ساعات يعني. لا ما فيش بيحصل كتير قوي، الواحد ما فيش، الواحد غصب عنه بيفطر لو معاهم يعني شتيمه بقى وهزار. تحب توجه رساله ايه للناس بمناسبه رمضان والاجواء اللي احنا فيها؟
كل سنة والأمة الإسلامية طيبة وكل الناس طيبين وشهر كريم عليهم وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب. يعني نهني الشعب المصري ونهني سيادة الرئيس ربنا يباركنا فيه ويعينه على قصة السد دي ويوفقه يعني، وإحنا بندعمه وإحنا في ظهره، ونهني الشعب المصري كله ونهني حضرتك برضو برمضان أنت والأخ المصور، وربنا يديم علينا الأفراح في رمضان، وبلاش النوم الكتير، ولازم الناس تشوف أكل عيشها وتشوف مصالحها، وبلاش النوم في السرير يعني. بصوا ده شهر كريم، حاولوا تقربوا فيه من ربنا، ده أول حاجة، ولو في حد زعلان منه حاولوا تصلحوه وترضوه، محدش واخد منها أي حاجة. رمضان كريم عليكم. إن الناس كلها تحافظ على بعضها في الظروف اللي احنا فيها ديت، ولازم طبعا نقف مع البلد ونقف مع الحكومة ونساعدهم ونساهم معهم في مشاكل البلد اللي احنا فيها، وإن كان فيروس كورونا والكلام ده كله، نكون احنا مثلا يعني قد المسؤولية ومقدرين الموقف عشان برضو عيالنا وصحتنا وبيوتنا. كل سنة هم طيبين بس غير كده لا. مش حابب تنصحهم نصيحة تقول حاجة عندك؟ لا. الناس دي ما بتتعزش، مش هنصح حد. ليه يا ابني ما بيتعزوش ليه؟ عادي بابا، مش لها لازم. كل ابن آدم خطأ يا عم. إلا المصريين. إلا المصريين خطأين على طول. بس كل سنة هم طيبين مش أكتر من. والله بقول ربنا يرفع عننا البلاء، زي ما انت شايفة كورونا والمواعيد والظرف الناس اللي حصل ده كله، ربنا ينفع البلاء بتاع كورونا دوت، وكل سنة والناس طيبين كلهم أجمعين، الأمة الإسلامية كلها طيب. النصيحة اللي أنا بقولها كل واحد يصلي ويصوم ويتجي ربنا يعني في الشهر الكريم ده. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب رمضان ده كورونا تخلص وبتاع ونرجع زي الاول واحسن. ان الناس برضو يعني تحذر في اليومين دول كورونا، وتتابع التعليمات بتاعت وزارة الصحة عشان ربنا يعني يعافي الناس ونعدي من الازمة اللي احنا فيها. ان هم يختموا القرآن كذا مرة والله، بس مش هتلاقي حد يعمل كده، نادر بسيط. لا فيه. بس بسيط فيه والله. اتقوا مش بالصيام، لا، عشان اوصل لازم يعني صيامي يكون نقي نقي لوجه الله سبحانه وتعالى بدون رياء. أصوم عن كل حاجة، أصوم عن كل ما يغضب ربنا، بلاش الإسراف الأكتر من اللازم، بلاش الزحمة اللي احنا شايفينها ومتكلبين عليها، علشان احنا مش عارفين احنا مش هناكل أكتر من اللي لينا ولا ال 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 شهر رمضان شهر زائر بيجي مرة واحدة في السنة، لازم نصومه صح ونتقي الله ربنا فيه صح، ونعطف ونزكي على الفقراء اللي احنا هو صحيح الزكاة والعطف طول السنة، لكن احنا بنقول في رمضان اكتر، لان المحروم بيبقى اكتر. ليه؟ لان بنعمل موائد كتير كتير، اخر النهار بناكل حاجات عينات منها، ما بتبقاش هي كلها اللي موجودة. عشان اوصل لتقوى ربنا سبحانه وتعالى لازم بإيماني اصوم صيامي صح، أتعامل صح، مش أصوم وأهري مع الناس في سيرة الناس أو ما صليش. نتجنب كل حاجة بتبعدنا عن ربنا. هو تجنب كل حاجة، المفروض حياتنا كلها المفروض نتجنب، المفروض دي الحياة الطبيعية. الحياة الطبيعية اللي أنا عاوز أوصل لرضا ربنا فيها فعلا، إن أخاف الله. اللي بيخاف ربنا بيخافه في السر وفي العلن، وعشان أخاف الله لازم أتقي ربنا في عملي وفي كلامي وفي طريقتي وفي أسلوبي وفي معاملتي مع الآخرين في كل شيء. كده أقدر أوصل كده ربنا يرضى علينا حقيقي يعني، ويرفع عنا الوباء. إن شاء الله كل سنة حضرتك طيبة ورمضان كريم يا رب. وإنت طيبة يعود علينا. شكراً.